بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام نتشرف في خدمه شيعه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام السلام عبر هذا البرنامج حقيقه وهذه الحلقات المخصصه لأجوبة الأسئلة المطروحة من السادة المشاهدين ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الأحسائي الله حياكم و وبياكم إن شاء, الله, 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 وبياكم الله, إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله, 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 سمعت الله خدمة حياكم حبيبي طبعا الله الكثير الله والكثير من الأخوة المشاهدين يحملوني السلام لسماحتكم عليكم السلام, ورحمة, عليكم السلام. ورحمة الله بحقيقة طول العمر عليكم السلام جزاهم الله خير ونحن كذلك سمعت. ندعو لهم إن شاء الله الله يبارك فيكم. الصحة والعافية حواري. إن شاء الله إذا نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ كاظم العكراوي يقول اريد علاج لداء الثعلب لطفل عمره 11 سنه. نعم. نعم. بالنسبة إلى داء داء الثعلب انه اما من كثرة الخوف يبتلي والاضطرابات تصير عنده او الصدمة الروحية مثلا وما شابه هذه الامور. يسبب داء الثعلب بس بعض الاباء جدا يعني يخوفون ابنائهم وهذا التخويف زيادة عن اللازم والحد يسبب يعني هكذا أمراض بالنسبة للطفل لكن العلاج تقرأ على الطفل ليلية سبعين مرة الحمد جدا مهم إذا الطفل هو هم يقرأ بعد أحسن الصدقة تدفع عنه صدقة من المأكولات إلى الفقير الدعاء تدعو له بعد الصلاة ولو أن تتوضأ وتصلي ركعتان وتطلب الدعاء فهذا جدا مهم غسل الرأس بورد الخطمي ورد أكو يسمونه الخطمي تأخذ مقدارا منه تنقعه مع مقدار من الماء يبقى خمسة واربعون دقيقة ثم تصفي وتستخدمه بدل الشامبو يعني تجي الغسيل الرأس تجي تستخدمه هكذا جدا هذا نافع دهن البنفسج تدهن المنطقة بدهن البنفسج بعد ملعقة كبيرة من الحبة السوداء تأخذ ملعقة كبيرة من الحبة السوداء تطحنها هنوبة تجيب لك ملعقة خل خل التفاح أو خل العنب أه وتجيب لك مع نصف كوب ماء نصف الكوب مع مقدار من الثوم المثروم تمزجهم بعضها مع بعض فإذا صار الحبة السوداء مطحون ملعقة وبعد الخل مع الحبة السوداء ونصف كوب من الماء مع مثروم الثوم الثوم مقطع ومثروم جيبه تمزجه بعض الشيء مع الشيء يعني هاي الادويه كلهم تمزجهن سوا وثم تدهن المنطقه تضمد المنطقه يوم كامل يعني يوم كامل تكرر العمل الى اسبوع نعم. كل ما تغسل التضميد تغسل تغسل المكان تدهن بـ بـ المنطقه بدهن الحبه السوداء بزيت الحبه السوداء تجي تدهن المنطقه وتكرر هذا العمل يوميا إلى أسبوع أو إلى عشرة أيام إن شاء الله الله تبارك وتعالى يرجع الشعر كما كان إن شاء الله اللهم أمين يا رب والأهم كما قلنا الحمد يقرأ عليه الحمد والصدقة إن شاء الله أحسنتم بارك الله بكم أيضا سؤال آخر من إحدى الأخوات حقيقة سمعت الشيخ تقول تعاني من عدم الحمل لسنوات أنها كانت متزوجة من شخص آخر وكان لديها أطفال ويعني حتى زوجها الحالي تحاليل جيدة أيضا وأيضاً هي نفس الشيء تحاليلها جيده ولكن تريد ان تعرف يقولون ان هناك تابعه تمنع الحمل هل هذا موجود في طب البيت في روايات البيت ليس ببعيد ان الجن له تاثير على مرض الانسان نعم. ليس يعني عندنا روايات ان الجن يؤثر على صحه الانسان نعم. ليس ببعيد يوجد يعني بالنسبه الى التابعه كذا لكن عموما الجن هو مضر بصحه الانسان يضر بصحه الانسان لكن توجد احراز ادعيه اذكار قراءه القران في البيت رفع الصوت بالاذان في البيت هو طارد للجن ولذا الامام رضا عليه السلام يقول من العلاجات لمن تطول عليه قضيه الانجاب ان يؤذن الرجل يرفع صوته في البيت وله اثار ممكن ان رفع الصوت يسبب ماذا؟ طرد الجن من البيت فإذا هذا المعنى من العلاجات مثلا الحرز اللي موجود حرز أمير المؤمنين سلام الله عليه نافع لقضية السحر والحسد وما شابه هذه الأمور في كتاب مكارم الأخلاق يقدر الإنسان يحصل على هذا الحرز يقدر هم يدخل إلى النت ويشوف يعني هذا الحرز يكتب حرز أمير المؤمنين يجيب صورة كاملة يقيده ويعلقه مع نفسه دائما هذا الحرز يحافظ عليه إن شاء الله هذا من أمير المؤمنين ولا مثلا الإنسان يروح إلى فلان وفلتان وإلى بعض المشعوذين حقيقة ازدادوا هذه الأيام يسلبون أموال الناس يسلبون ما أعرف شرف الناس لابد أن الإنسان يتجنب من هكذا أناس المهم يرجع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام بعزة وافتخار إن شاء الله لكن أكو أمور نافعة للذرية الاستغفار يكثرون الاستغفار الزوج والزوجه حتى الله بسرعه يعني ما عندهم مشكله فاذا اكو مشاكل اخرى ممكن موجوده غائبه عنا مشاكل معنويه فاذا عليكم بكثره الاستغفار رفع الصوت كما قلنا بالاذان في البيت يعني الزوج يرفع صوته نيه تسميه الولد محمد او علي له تاثير على سرعه الانجاب ان شاء الله ماء المطر ذاك الكيفيه يعني دعاء عليه حرز دعاء ايات واذكار موجوده يقرا على ماء المطر بالاخص ماء نيسان ماء مطر نيسان ذاك اللي اكثر بعد نافع من ماء المطر هكذا بالاخص ماء المطر مع تربه الحسين سلام, سلام الله, الله عليه الله فهذا يصنع الاعجاز ان شاء الله الصدقه من المأكولات باليد يعني أنت تدفع الصدقة للفقير وتطلب من عنده الدعاء الحمد التوسل الدعاء القرآن هذه الأمور كلها نافعة وتطرد الجن إن شاء الله إن كان هناك الجن هو سبب لعدم الإنجاب لكن عموما العمل بشريعة أهل البيت عليهم السلام تكفي الإنسان هذه الأمور كلها إن شاء الله هذا بالنسبة إلى هذا الجواب إن شاء الله بارك الله بكم سماحة الشيخ أحسنتم أيضا سؤال من الاخ حسين البصراوي يقول اريد علاج توسع صمامات القلب وايضا يريد علاج للعقم. نعم. بالنسبه الى صمامات القلب منشا هذا المرض من شده البروده. البروده اما في ناحيه القلب واما عموما البدن تكاثر عليه البروده والرطوبه يعني زياده وزن موجود على ما الإنسان يتأذى من البرد حينما مثلا يشرب شيء بارد ما يقدر يشرب شيء بارد أو مثلا تراه أنه لا يستطيع أن يجلس تحت المكيف هذا علائم أنه هذا البرودة غالبة على الإنسان فإذا لابد من الاشتناب الحمية من الأطعمة الباردة والرطبة مثل الزبادي البيبسي كثرة أكل السمك مضرة الخيار الطماطم، الآيس كريم الشاي القهوة الأطعمة المعلبة الوجبات السريعة كالبيزا وما شابه هذه الأمور كلها مضرة بصحة الإنسان العلاج أكو العسل والحبة السوداء لأن تحرر البدن وهي نافعة لهذا العارضة السفرجل طبخا أو غير طبخ الإنسان يستطيع أن يستفيد من السفرجل لأنه يقوي القلب الزبيب الأسود يومية 21 حبة جدا نافع لتقوية القلب وهو يشد العصب بعد تدهين ناحية القلب بزيت الحبة السوداء نافع والأهم كما دائما نقول في انتهاء كل جواب نقول الاستغفار 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 الحمد الصدقة الدعاء القرآن هذا العلاج الأساسي لجميع الأمراض لجميع الأمراض حتى الأمراض المستعصية يصور البشر ما يستطيع أن يعالج هذا المرض لكن أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أحسنتم سواء الشيخ باشا. طيب الله أنفاسكم أه، ذكرنا علاج العقم شيخنا أو فقط صمامات القلب أها بالنسبة أه. إلى علاج العقم أشرنا يعني علاج العقم كثير ما أشرنا إلى هذه القضية قلنا أن العقم تكاثر البرودة والرطوبة أكثر على النساء تظهر عند المرأة العقم لذا أكثر المرأة تستخدم العسل الحبة السوداء نافع الحرمل لها نافع لكن لا بد أن نعرف يعني العلة الحقيقية لأن العقم بصورة عامة نقول أكثر الأمراض العقم تجي أمراض النسائية تجي من كثرة البرودة والرطوبة هذا نقوله لكن العلة تختلف من مرأة إلى مرأة أخرى لا بد أن نعرف العلة الحقيقية حتى نرفع العلة لكن عموما كثرة الاستغفار الدعاء الحامد الصدقة التجنب من الأطعمة الضارة كالبيبسي والبيزا والبوفاك والشيبس وما شابه هذه الأمور كلها مضرة بصحة المرأة ابعاد الجوال على النفس هذا يسبب العقم ان الانسان يبعد والاهم الالتزام بالعبادات الصلاه الصيام الحلال الحرام هو الذي يصنع من لا شيء شيء ان شاء الله ويصنع المعجزه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى لكن الماء المطر نافع للعقم تربه الامام الحسين مع ماء المطر نافع للعقم ان شاء الله والحجامه اذا كان هناك شرايط للحجامه الحجامه كذلك نافعه ان شاء الله احسنتم سماع الشيخ بارك الله بكم ايضا لدي ثلاث اسئله حقيقه من الاخ ابو زهراء الخفاجي يقول في السؤال الاول يريد ان يعرف فوائد الفواكه بعد الاكل او قبل الاكل يعني الفاكهه الفائده مالتها قبل ان ياكل الانسان الوجبه الغذائيه او بعد ان ياكل الوجبه الغذائيه الفاكهه لابد ان تؤكل قبل الاكل نعم. يعني بفتره قليله قبل الاكل وراسا مباشره لا يجيب الفاكهه وياكل يعني مع الطعام خلي خلي فواصل بين الوجبه الغذائيه وبين الفواكه شنو قبل الطعام جيد شنو بعد الطعام جيد يعني كلاهما على كل حال جيد ان شاء الله وهو نافع بارك الله بكم ايضا يقول العلك المر يعني اللبان يقصد على الريق نعم. ما هي ما هي فوائده؟ الآن علك المر يقوي الحافظه يعني نعم. فهو ضد البلغم يعني ضد الرطوبه والبروده فهو نافع لهذا المعنى لأن سبب ضعف الحافظه أسباب مختلفه موجوده الآن هو هم يحتاج الى دواء لتقويه الحافظة لابد أن يجتنب الأمور التي تسبب ضعف الحافظة مثلا ما أدري إذا أكو وقت نعم دقيقتين سماح شيء قبل الفاصل إن شاء الله ها دقيقتين قبل الفاصل لكن خلينا نذكر فوائد العلك أنه بنرجع إلى أشياء اللي تسبب ضعف الحافظة وعلاجها فإذا قضية العلك الآن أكو مر وأكو لا ما هو مر أكو نوع لا شوية غامض يعني لونه أكثر يميل إلى البني مثلا لكن أكو نوعية ثانية اللبان الذكر يعبرون عليها في روايات أهل البيت مو مر والمقصود لتقوية الحافظة وفيه هذه المنافع هو هذا الذي ليس مر وهو لبان الذكر يشابه هذا يعني طعمها مشابه لكن ما بيمروره فإذا ذاك المقصود أن الإنسان يجي إلى ذاك العلك ويعلك من عنده وهو يقوي الحافظة ويستخدمه لكثير مجالات العلاجات المختلفة وبالنسبة إلى لبان الذكر كذلك مثلا نافع لضعف البصر البصر هم إذا ضعيف لأن منشأ البرودة والرطوبة إذا تكاثرت في الرأس البرودة والرطوبة إن تكاثرت في الرأس يسبب ضعف البصر وعلك المر اذا الانسان يقوم يعلج هذا العلج هذا الرطوبه والبروده تخف في منطقه الراس قطعا فهو نافع ماذا لقضيه قوه البصر هذا بالنسبه الى قضيه العلك المر نعم احسنتم سماع الشيخ من رخصتكم راح نطلع فاصل ان شاء الله, إن شاء الله. الله. ونرجع الى خدمتكم احبائي المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله حياكم الله احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت وضيفي الكريم سماحه الشيخ احمد الله يحفظك ويدك ان شاء الله بالخدمه حبيبي قبل الفاصل كنا حقيقه نجيب على اسئله الاخ ابو زهراء الخفاجي ايضا السؤال اللي بقى ما هو الشيء الذي يقوي الذاكره؟ اولا قبل التفكير في الامور التي تقوي الذاكره والحافظه لابد ان نفكر ماذا نصنع لكي لا تضعف الحافظه عندنا. الان هناك وردت عده امور في روايات اهل البيت، تحدثنا سابقا ظاهرا في الحلقات السابقه، لكن اتماما للفائده واجابه لهذا السؤال نقول اكل التفاح الحامض فهو يقلل الحافظه. التفاح الحامض. اكل الكزبره، اكل الجبن، اكل سؤر الفاره مثلا الفاره تجي تاكل من شيء والانسان ما يدري يجي ياكل المهم يبتلي بضعف الحافظ قراءه كتابه القبور ان يعني يروح الى المقبره ويقوم يتجول بالمقبره ويقرا كتابه القبور فهذا يضعف الحافظه المشي بين امراتين حتى ولو من محار مصير لا يمشي بين امراتين يسبب ضعف الحافظه الحجامه في نقره الراس هذا كذلك يضعف الحافظه البول في الماء الراكد ترك قص قص الاظافر بعض يطولون اظافرهم هذا يسبب ضعف الحافظه، النظر الى المصلوب انه واحد صالبينه واحد يجي يطمش عليه فهذا يضعف الحافظه، اكل الجلجلان او ما يسمى بالسمسم. السهر والتقلب على الفراش كثير السهر قليل النوم هذا يسبب ضعف الحافظه بل تهديم البدن مو بس تقليل الحافظه. الاكثار من لحوم الوحش والبقر. هذا يسبب ضعف الحافظه، لحم الماعز كذلك يسبب ضعف الحافظه، لكن علاج هذا الضعف العسل، عليك بالعسل ان شاء الله العسل هو يقوي الحافظه. يقول ثلاثه اشياء تقوي الذاكره كما قال امير المؤمنين عليه السلام، قال اللبان كما ذكرنا وقضيه العسل وقراءه القران، هذه الامور هي التي تقوي الحافظة الكرافس مثلا جدا نافع لتقوية الحافظة أكو دواء مركب آخر دواء زعفران مثلا جزء السعد جزء والعسل جزئين المهم هذا يخلطهن بعضها مع بعض وياكل من عندهن يوميا مثلا ملعقة أو ملعقتين ملعقة يكفي ومهم لتقوية الحافظة الزبيب جدا نافع وأنا جربت هذا المعنى 21 حبة على الريق زبيب الأسود نافع زنجبيل مع العسل نافع لتقوية الحافظة السواك يجي ستاك السواك جدا نافع لتقوية الحافظة لكن السواك بعود الأراك هذا المهم الصيام في بعض الأحيان تكاثر الرطوبة والبرودة الإنسان إذا يصوم لكم يوم وإذا يشوف الحافظة تستقوى عنده قراءة القرآن كما أشرنا في رواية أمير المؤمنين سلام الله يعني عليه هذا بالنسبة إلى تقوية الحافظ أحسنتم سمع الشيخ بارك الله بكم أيضا حقيقة أخت أيضا من العراق تقول صار لنا عشر سنوات من الزوجين وما عدنا أطفال والسبب الرئيسي هو ضعف في عدد وحركة الحيوانات المنوية للزوج مع التشوه فيها فما هو العلاج؟ <applause> بالنسبه هذا الامر اجبنا عليه يعني سابقا لكن بعد ما باجابه السؤال احنا نكرر هذه القضايا اولا عدم الياس من الحصول على الذريه لان رحمه الله كما قلنا وسعت كل شيء فاذا الانسان ليس عنده ياس في هذا الجانب ويستمر بالعلاج ان شاء الله كثره الاستغفار خلي يستغفر وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فوائد كثيره للاستغفار توسل بالامه يا ما كثير ناس ما كان عندهم توسلوا الله رزقهم رفع الصوت بالاذان في البيت اوقات الصلاه الزوج يرفع صوته نيه تسميه الولد محمد او علي من قبل الزوجين يعني كلاهما الحجامه يعني بحسب حال المريض جدا نافع بهذه الحالة أكل الهندباء إما طازجا أو جافا أكو فرق ماء المطر جدا نافع بذاك الترتيب أدعية وأذكار وآيات من القرآن بالأخص ماء نيسان ذاك النافع الحمد سبعة إلى سبعين مرة الزوج والزوجة يقرون يعني بالجيب ليلة يقرون إلى أربعين ليلة هذا نافع البصل والبيض الزوج يأكل كما الإمام الصادق أشار البصل والبيض أن يقلى في زيت الزيتون لكن مو يقلى كثير كلش قليل بعد أكل البيض باللحم بالأخص لحم الغنم نافع لتقوية الزوج تنظيم برامج غذائي بحسب حالة المريض وضع العلق على البيضتين كذلك نافع لانه يقول النسبه جدا هابطه عندهم او تشوه موجوده، لرفع التشوه في هذه الماده المنويه السفرجل جدا نافع، عليه باكل السفرجل ما يفرغ مطبوخ او لكن اذا كان هكذا يعني بلا طبخ افضل، مثل ما ياكل التفاح ياكل السفرجل، يرفع التشوه. بالمادة المنوية ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى لكن الدعاء 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 ونؤكد القران نؤكد الاستغفار، الاستغفار اهم من كل شيء، لعن يعني يومية يستغفر اذا يقدر الف مرة يستغفر سيرى العجائب ان شاء الله من الاستغفار لعلاج انواع اقسام من الامراض بالاخص عدم الانجاب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى، احسنتم سمح الشيخ، طيب الله انفاسكم، ايضا لدي سؤال اخر حقيقة من احدى الاخوات في احدى الاخوات في العراق تقول عندي سمنه وطولي 168 ووزني حقيقه 98 وبصعوبه اضعف وما هو, نعم. هو العلاج والحل؟ الان بالنسبه الى علاج السمنه كذلك ذكرنا لكن اجابه للسؤال عدم الاكثار من الاطعمه التي تسمن لا ياكلون اكل اللي يسمن الانسان كثره يعني لحم مثلا يوميه يوميه لحم وبالكثره صباح مثلا للغداء ياكلون لحم وللعشاء هم ياكلون لحم وباكر لحم خب هذا يسبب السمنه فاذا الانسان يقلل من هذا الاكل الحلويات الاصطناعيه البيبسي الارز جدا يسمنن هذه الامور فيقلل من عدن او البعضهن خب الماكولات الممنوعه والمضره اصلا ما يتقرب لهم مثل البيتزا والبيبسي اصلا يعني هذا مو طعام هذا سم هذا عدم تلوين الطعام يلون في مائدة واحدة عدة أطعمة أنواع مختلفة يأكل من الأطعمة فهذا ممنوع أو شرب الماء بين الطعام يأكل لقمة ويشرب ماء يأكل لقمة يشرب ما يصير كرش عند الإنسان فيمتنع من هذه الحالة تحديد وجبات الطعام يحدد تغدى وتعشى ولا تاكل بينهما شيء كما قال الامام الصادق سلام الله عليه. ادمان الحمام يوميا على الريق نافع، لكن قبل لا يدخل الى الحمام صباحا ياكل ولو تمره واحده، لا يخلي المعده فارغه، المقصود من آه ادمان الحمام على الريق مو ان المعده نهائيا تكون فارغه لانه تهيج بالانسان الحرارة المعده يتاذى، فاذا يخلي بها ولو تمره واحده. هذا يلتفت الى القضيه. تدليك البطن الليليه بزيت الزيتون يدلك البطن يدلك البطن وهذا يسبب ان دوران الدم في تلك المنطقه اكثر يكون ويذوب الشحم بتلك المنطقه. تقليل من شرب الماء، شرب الماء كثره شرب الماء هم يجيب الكرش. يجيب الكرش وزياده الوزن. عدم اكل الماكولات الضاره هذا النهم كذلك يسبب زياده الوزن كالاطعمه المعلبه والوجبات السريعه مثل البيتزا يوميا يمشون ايش نصف ساعه الى 45 دقيقه افضل الرياضه المشي هذا يقلل الانسان خلال شوف اشهر واذا يوصل الى حاله طبيعية متعادلة إن شاء الله أحسنتم بارك الله بكم أيضا سؤال آخر من من الاخت ايضا من العراق تقول عندي التهابات داخليه نسائيه دائما تتكرر عندي فما هو العلاج في طبي اهل البيت؟ لابد ان تعرف سبب الالتهاب وتكرر الالتهاب بصوره عامه يرجع الى ضعف مناعه البدن، يعني البدن حينما يضعف هذا الجهاز المناعه يضعف في البدن تتكاثر على الانسان الامراض بالاخص الامراض الالتهابيه تتكاثر على ال... الانسان فاذا هناك امور تسبب ضعف مناعة البدن كنت تجتنب هذه الأمور حتى تميل إلى تقوية مناعة البدن حتى لا تبتلي بتكرر ال... الالتهابات مثلا الأطعمة المعلبة ضعف مناعة البدن البيبسي استخدام المضادات الحيوية على الدوام بس مجرد أن ينتشل يروح الى المستشفى الحبوب يجيب له الحبوب وهالابار وعلى المنوال كثره الاكل ضعف مناعه البدن وجبات السريعه البيتزا وما شابه بوفا شيبس هاي الامور كلها ضعف مناعه البدن العصير الاصطناعي كذلك استخدام العصير الاصطناعي كله يسبب ضعف مناعه البدن فاذا اولا لابد من الاجتناب من هذه الامور العلاج بما ان طبيعه الالتهاب بارد ورطب الالتهاب في البدن طبيعته بارد ورطب فعلاجه يكون بالضد يعني بالحراره والجفاف فلا بد من اجتناب الاطعمه البارده والرطبه بالاخص شرب الماء شرب الماء يزيد الالتهاب كثره شرب الماء بالاخص اذا الانسان ملتهب لان في الروايات موجوده انه ماده لكل داء يعني اذا الانسان مبتلى بمرض ويكثر بشرب الماء كأن تعطي قوة للمرض فإذا عليك بقلة شرب الماء بقلة شرب الماء في حالة المرض فإذا عندنا بما أن الطبيعة يكون طبيعة الالتهاب يكون بارد ورطب فالعلاج العسل حبة سوداء تقوي مناعة البدن بعد ما تتكرر الالتهابات الزعتر والبطنج والنعناع والعسل يخدرون الزعتر والبطن والنعناع ويشربون يوميا كوبين ثلاث مع العسل بعد إذا ال ال كان الالتهاب مع الحاك تأخذ أربع لترات من الماء المغلي نعم. ونصف قدح خل عنبي طبيعي وتضعه في الطش يوميا عشرين دقيقة إلى نصف ساعة تجلس في الطشت بهذه الحاله لكن اذا ما كان حك مع الالتهاب مجرد وضع العسل في المهبل تخلي عسل في منطقه الرحم يعرفن ان هذا الدواء كيف يدخلونه في الرحم لا. النساء يعرفن هذه الامور لكن الاهم الاستغفار القران الدعاء هذا تنظم حاله البدن تبعد عن الانسان الامراض الصدقه اصل العلاج ثم الحميه الغذائيه بالاخص الاطعمه الضاره الحلويات البيبسي والبيتزا هذا النظارات فاذا تمتنع حتى لا تتكرر عندها حاله ماذا؟ التهابات الالتهابات ولتقويه الالتهاب الحجامه الحجامه بحسب حاله المريض يعني لتقويه مناعه البدن الحجامه، الحجامه تقوي مناعه البدن فالانسان بحسب حالته ولو بالسنه مره مرتين بعضهم ثلاث اربعه خمسه سته هذا بحسب حاله الشخص يعني اذا عنده زياده دم فاكثر لكن اذا قل الدم عنده لا قليل يحتجم وخفيف ان شاء الله هذا بالنسبه الى جواب هذا هذه الاخت ان شاء الله احسن تبارك الله, الله سماحه الشيخ للاسف وقتنا انتهى الله, الله يحفظه ان شاء الله لهذه هذه الحلقه سماحه الشيخ احمد درس حبيبي الله يدك شكرا, شكرا, شكرا جزيلا لكم الله يأيدكم ويحفظكم ان شاء الله الله يبارك فيكم. نعم احبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج طب اهل البيت للتذكير فقط بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلامي حسين الأميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته